تسحقوا النقاط اكثر منهم غالط. الناس كل تسحق النقاط في الوقت هذا اللي رانا فيه، يعني كل واحد يحب يربح من المباريات ديالو. وظن ان الشوط الاول كان متكافئ حتى ضربه الجزاء، ولكن الشوط الثاني كان كله لنا، كله للفريق ديالي بصراحه. كنا درنا الشوط الثاني ممتاز، خاصه تتسيد، خاصه هذيك اللمسه الاخيره باش كنا نقدروا نعدلوا. لكن مبروك مره اخرى على خريبكا، وانا متاسف كثير كيفاش خريبكا يعني بين العام الماضي والعام هذا يعني في الحاله هذه. انا احنا متاسفين كثير، وان شاء الله هذا ان شاء الله هذه الانطلاقه تاع الفريق. تحدثتي سيدي الشيخ في الشقيه ديال الجوال، بان في الجوله الثانيه كان فريق اتحاد طنجه ممتاز. انا غنطرح سؤال في هذا النطاق، واش فريق اتحاد طنجه لو كان اليوم رفيق عبد الصمد هداف الفريق سجل الاهداف، لكان على الاقل تعود من نقطه التعادل تحصلت عليها في هذه المباراه، لا سيما انك اقحمتي على العبوبي وايضا اللاعب احمد حمودي. جارك ولا ولد عمك ولا فقط سؤال خصوني الماتش اللي فات خصوني خمسه لاعبين، وانا ما نحبش نتكلم على الغيابات احتراما للاعبين اللي راهم موجودين معايا. الماتش اللي فات خصوني خمسه، الماتش هذا خصوني ثلاثه، يعني بدات رجلين يثقالوا تاع اللاعبين، بدات الاصابات، تعرفوا بيريود مرحله صعيبه بزاف هذه المرحله هذه. لذا رفيق هو ركيزه من الركائز اللي عندي، هو يعني لاعب موهوب، لاعب اللي يقدر يفتح لك ماتش في 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 اي وقت. خساره كيما رفيق، خساره كيما فتاح سي بوخريس، خساره الحارس سي غايب اليوم. يعني هذا ما ينحيش من من العزيمه اللي كانت عند اللاعبين ديالي واللعب اللي لعبوه. سي بن شيخ سيدي، هو ان تحت طنجه ما شفناش ان جو اللي فيه واحد الايقاع وفيه كويراتيرو وفيه ان جو نعطيك عيني شوف بها، ولكن خاصنا معايا نعطيك عيني شوف بها. درنا دوزيام ميطو مانيفيك، لازم تعاود الماتش. انت شفتو متحمس الخريبكا، شفتو كو سيبورتر، شفتوش كا جورناليست محايد، شفتو بقيت تسمى بقلبك مع الفرقه ديالك، على هذيك ما شفتوش مليح. تميز في بطل الحطيه ما عنديش يعني فهمتهم. فهمتك كابتن، رغم ان شفت انت تقول لك التشكيله البشريه تكون مزيانه هي اللي تنحافظ عليها. فهمتك، انا فهمتك. انا باني فريق بالطبيعه ديالي، ويعرفوا ان ما عنديش الاحتياط وما عنديش اللي يبدا الماتش. عندي كل مباراه عندها الخصوصيات ديالها، كل مباراه عندها مواليها يبداوها. كاين لاعبين اللي يدخلوا في الشوط الثاني يكونوا احسن كي تبدا بهم الماتش، وهذه يعني انا عايش مع الفريق، انا نعرف كاين لاعبين الوقت اللي ندخلهم يعطيو في الدوزيام ميطا، الوقت اللي يبدا الماتش اقسم بالله غايبين. يعني بصراحه راهم اللاعبين ديالي ولادي، راه نعرفهم خير من الناس كامل. لذا كل ماتش عنده حق، كل ماتش ومستوجبين، راهم قابلين هما هذا الشيء، يعرفوا باللي ما قدرش نظلم واحد اللي يوكل لي الخبزه نظلموه. وتعرفوا المدربين اللاعبين هما الاساس ديالنا، هما اللي نربحوا بهم الخبزه ديالنا. هذول ماشي نلقى جواري يربحني كل يوم ما نلعبوش، راهم ممنوع علينا. نعم سي لادريس اونيتي بالا دغوا يافي دي زون دو كون اوري دو فار، يعني كون اوري دو جوي فيت بلو فيت، و زيتي مالا دروا بصراحه، اونيتي مالا دروا. Voilà.